النقطة التانية، وانا الحقيقة يعني كابتن احمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الزمالك رجل من الناس المحترمة بالمناسبة وصديق عزيز ليا وكثير من الأهلاوية وكثير من أعضاء مجالس الإدارة. معرفش ليه لما بيجي يتكلم عن نادي الزمالك دلوقتي بيدخل النادي الأهلي. وإقحام دايما الكابتن أحمد بيقحم كل حواراته، في كل حواراته تلاقي النادي الأهلي. معرفش ليه الموضة دي رجعت تاني وبقت منتشرة في بعض الحلقات في أحد البرامج يعني. والكلام اللي لفت نظري وهو كلام غريب وانا هرد عليه طبعا بمنتهى الاحترام والادب. كابتن احمد طلع يقول الاهلي واخد حقه من اتحاد كره القدم. طب هو الكلام ده المقصود بيه ايه؟ معلش انا مش فاهم. ما طبيعي ان الاهلي ياخد حقه زي ما الزمالك بياخد حقه، زي ما بقيه الفرق بتاخد حقها. الاهلي بيتعامل باحترام متبادل مع كل المؤسسات الرياضيه، بيلتزم بكل اللوائح والقوانين، والكلام ده انا قلته مليون مره. هو انا اللي قلت للاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي امبي لما يطلع يتكلم يقول لك ان النادي الاهلي طالما عنده فلوس او عليه فلوس مضمونه 100%؟ مش انا اللي قلت له، هو الراجل شايف كده. لانه النادي الاهلي بيوفي بكل عقوده وكل اللوائح اللي عليه او الالتزامات اللي عليه من خلال اللوائح والقوانين. فليه اتحاد كرة القدم ما يحترموش؟ وليه اتحاد كرة القدم ما يدلوش اللي هو عايزه في إطار اللوائح والقوانين؟ فعمرك ما هتلاقي يا كابتن أحمد الأهلي مديون لأي اتحاد. ولو في ديون بتكون هناك اتفاقات على جدولة هذه الديون، وبيتم تسديدها في التوقيتات المتفق عليها. فعشان كده وجهة نظري طبعا، أنا عشان كده بقول إن الأهلي ما عندوش مشاكل مع الاتحادات، فطبيعي إن الأهلي ياخد حقه. وبعدين وانا بسمع الاقي ايه؟ الاقي انه اعتقد ده كان مع الاعلامي مهيب عبد الهادي في 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 برنامجه يعني. الاقي الضيف الثاني بيرد يقول لك ايه؟ اصله لازم الاتحاد يساوي ما بين كل الانديه. يا جماعه من فضل حضراتكم وانتم بتتكلموا خدوا بالكم من الكلام اللي بيتقال. هل ينفع تساوي الملتزم بغير الملتزم؟ يعني واحد ما عليهوش فلوس، واحد بيجدول فلوس في مواعيده، فينفع اساوي بينه وما بين واحد ما بيدفعلوش حاجه خالص؟ هل اتحاد كره القدم بيعيش منين؟ اتحاد كره القدم بيعيش من نسبه العقود بتاعه اللاعبين اللي بيتم ضخها او وضعها من قبل الانديه في اتحاد كره القدم. ثلاث ارباع انديه مصر عندها متأخرات في هذا الأمر، لكن النادي الأهلي ما عندوش. فيجب أن يتم معاملة النادي الأهلي بشكل مختلف في إطار اللوائح والقوانين، لأنه ملتزم في كل حاجة. فأنا ما أعرفش ليه يا كابتن أحمد حضرتك بتحاول أن أنت دايما أو بيتم إقحامك في هذا الأمر، على الرغم من يعني لما أنا بكلم الكابتن أحمد، الكابتن أحمد أخويا يعني وصديقي جدا يعني، لما بتكلم معاه بيبقى بنتكلم بمنتهى بنعرف نتكلم يعني. لما بيجي يقول لي مثلا كذا اقول له كذا، يقول لي صح عندك حق. روح رياضيه كبيره جدا واحترام متبادل ما بين الاخوات. كابتن احمد اخونا يعني، اخونا الكبير. فاتمنى ان كل حد فينا يهتم بشؤونه ويهتم بشؤوننا دي. اذا سئلت على الاهلي، الاهلي ياخد حقه طبعا، الاهلي لازم ياخد حقه. لو حد سالني على الزمالك هقول لهم طبعا الزمالك واخد حقه ولازم ياخد حقه، الا اذا كان انا ما اعرفش والله ما بصيتش، ولكن الا اذا كان مش ملتزم في بعض الامور. اي نادي، مش نادي الزمالك بس، حتى لو نادي الاهلي نفسه، لكن النادي الاهلي ملتزم في كل حاجه. فمثلا كان نفسي يتقال ايه؟ هي ليه في اربع انديه مصريه ما حضرتش اجتماع الكاف لتاسيس رابطه الانديه الافريقيه؟ كان نفسي حد من الإعلام يطلع يتكلم في هذا الأمر. وترجع بعد كده تقول الأندية دي تحديدا تطلع تقول لك إيه؟ أصل الأهلي، أصل إحنا بنتظلم. الأهلي ضدنا. الكاف بيجامل الأهلي، الكاف ملوش، الأهلي لا يجامل.
ولكن وفقا للوائح والقوانين ووفقا لالتزامات النادي الاهلي اللي بيدفعها اولا باول لكل الاتحادات القاريه القاريه والمحليه، فالامور ماشيه بشكل جيد. طب انت فين اصلا؟ شوفوا شغلكم الاول يا جماعه قبل ما تتكلموا. انا ما بتكلمش على الكابتن احمد، انا بتكلم بشكل عام. ما تشوفوا انتوا شغلكم الاول وشوفوا انتوا يعني. هناك بعض الانديه اللي مش موجوده في الاجتماع الاخير لتاسيس رابطه الانديه، وانا مش هقول لكم دلوقتي ليه، ولكن انا عايز الناس تسال لماذا لم يتم دعوه 4 انديه مصريه. مش هرد دلوقتي، هرد بكره، مش هرد دلوقتي. فاتمنى ان الناس تبقى واخده بالها في مثل هذه الامور.